بالتساوي. أسأل السيد أثير، سيد أثير، يعني يقولون بعض المحللين إذا كان البعض يمتلك السلاح والنفوذ فالبرنامج الانتخابي هو مشروع للتغيير، يعني إذا كان نوعيا فهو سلاح مضاد، هل يصح ذلك في واقعنا بالتحديد؟ عندنا اليوم كتل، يعني لا تزعل مني، تتحدث في لغة السلاح، يعني ونشوف، يعني طالع اليوم مؤتمرات وبرنامجها الانتخابي، يعني ربما البعض افتهموا بغير اتجاه. أريد أعرف الحركة مالكم الجديدة، حركة إنجاز، وين ذاهبة وشنو مشروعها وين تفكرون، وهل أنتم حزب ظل لأحزاب كبيرة؟ نعم ست هيفاء، تحية طيبة لكم، تحية طيبة إلى ضيفيك العزيزين، تحية طيبة إلى كل مشاهديكم الأكارم. لا شوفي، يعني احنا بطبيعة الحال كحركة إنجاز، وضيفكم العزيز سيد جاسم يعلم جيدا خلفيات وتأسيس هذه الحركة، يعني في بداياتها هناك ظروف معينة جعلت من أمين عام الحركة سيد باقر جبر الزبيدي أن يفكر بتأسيس حركة وطنية تضم كل أطياف الشعب العراقي. كذلك يعني وأهم نقطة أنه أن تكون الحركة غير مدعومة خارجيا، وهذه طبعا نقطة مهمة جدا وميزة تميزنا بها أننا رفضنا كل أشكال الدعم الخارجي، وطبعا نحن لا يعني لسنا امتداد لأي حزب أو أي، صحيح أنه سيد باقر كان قيادي في المجلس الأعلى، لكن الكل يعلم هناك خلافات أصبحت واختلافات، يعني الاثنين خلافات واختلافات جعلت من السيد الأمين العام أن يفكر بالخروج من المجلس، وطبعا صارت على مرحلتين الخروج، فكر أنه هو بعد خلاص يكمل مشروع، يعني شوفي حركة إنجاز ليست بعيدة عن مشروع سيد محمد باقر الحكيم، وهي نقطة مهمة جدا. مشروع سيد شهيد المحراب مو هذا المشروع حاليا اللي الكثير لربما وجدنا أنه هناك من يعني يعتمد على صورة السيد الحكيم ومعلقها بمكتبه ويقول أننا امتداد لهذا المشروع. الشارع ما شاف هذه الحقيقة، يعني المواطن العراقي اليوم عندما يشوف صورة السيد الحكيم قدس الله سره، يعني يقول مثلا، يتهم بعض الأطراف بأنهم لم يسيروا على خطى السيد الحكيم. إذا نحن كحركة وطنية، ركزي على هاي المفردة، أيضا لسنا امتداد، يعني نحن امتداد لمرحلة نضالية طويلة ولمرحلة جهادية، لكن لسنا امتداد لربما لأحزاب آنية، أو لسنا امتداد لبعض الشخصيات التي لربما، لكن نعم صحيح أنا وياك، يعني أنه يعني يمكن تفكيركم والحركة الجديدة اللي هي إنجاز المتمثلة بالسيد باقر جبر سولار. أريد أتحدث، لا إذا سمحتي لي، لا سيد باقر جبر الزبيدي جزء من المشروع وليس الحركة، ما تتمثل بشخصية معينة، يعني هو رئيس الأمين العام. نعم نقتاد بها، لا نقتاد بها، نعم هو يقود الحركة قيادة صحيحة، هو ينصح كل لكن المرتفع. أريد أسأل، انطيني خليني أسأل، في ظل ظروف اللي مر بها الانتخابية وفي ظل قانون جديد للانتخابات، إيش قد ممكن تحصل حركة إنجاز في هذا المعترك الانتخابي الكبير، في ظل وجود مال سياسي، في ظل وجود سلاح، في ظل وجود دول تدعم هذا اليوم مشاريع، يعني ما نريد نحكي اكو دول راحوا وانطت ملايين، وهاليوم السبيس والشوارع والدنيا، انتم شنو اللي سويتوه؟ شنو تقدرون تسوون؟ ايش قد تطلعون مقاعد؟ واذا طلعتوا مقاعد تحت قبه البرلمان، يعني راح تكونون وين مركزين؟ على الجنوب؟ لو ببغداد؟ لو بالمحافظات الاخرى؟ لو مرشحيكم محدودين؟ والله ست هيفاء احنا عندنا حاليا 28 مرشح موزعين بين الموصل، بغداد، طبعا بديالة عندنا 3 مرشحين، بالموصل 3 مرشحين، عندنا في الكوت، عندنا بالنجف، عندنا بكربلاء 5 مرشحين، يعني موزعين في معظم اطياف يعني ومكونات، وهذا اللون الجيد الحلو بالشعب العراقي، لدينا السني والشيعي، يعني قد ممكن تطلعون بالانتخابات؟ اكيد شوفي احنا وفق إمكانية، يعني على النفقة الخاصة للأمين العام، خلي أقول لك، يعني ربما هاي الشعب العراقي حتى يكون بالصورة، هو باع عنده أرض في ميسان بالعمارة، وحاليا هو دا يصرف على الأخوة المرشحين، والله وكيلك، اعطينا كل مرشح لربما مبلغ يسير
جدا صحيح. نحن يعني قد المرشح يقول هذا مبلغ ضئيل بالنسبه للي يشوفوه، لكن احنا نعم والله مليونين مليونين والله يا ست هيفاء. ايش قد انتم حاطين ببالكم تطلعون مقاعد؟ يعني شوفي السيد الامين العام نوه في خلال لقاءاته انه قال اني بخمس مقاعد اني اقدر اغير المعادله السياسيه واقدر اقعد الرئاسات الثلاث على تكرجل. يعني هاي داخل متحمس. نعم خليني اشوف سيد الموسوي يعني اذا بخمس مقاعد